ومن فوائد ذكر العلامات الصغرى والكبرى للساعة أن على المسلم أن يستغل زمن الأمن في طاعة الله عز وجل. الناس في مثل هذه الأيام في بعض البلدان في زمن أمن ورخاء، فعليهم أن يستغلوا هذا الزمن الآمن في عبادة الله عز وجل، وأن لا تشغلهم الدنيا عن أمر الآخرة، لأن أيام المحن والفتن إذا أتت الناس فإن الناس تكاد أن تذهب عقولهم.